بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد
وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. لم يسمعوا منه قولا وإذ شقوا ما سقولا بل قتلوا منه مولا عم البرايا قولا على أشد ظمائي ولهفتايا حسينا يا سيد الشهداء. لا ينقضي لهفي عليك لا ينتهي شوقي إليك مولاي رجوايا لديك عبدك ذا بين يديك أبكيك مولاي الحسين أفديك مولاي الحسين مولاي مولاي الحسين. الله تعالى نحمد تكرج حقنا إمام حسين حسن چه مهكي بيوينا خلق حسن چه حيدر صفدرنا نورنا ينچه زهراني مالانا بيويرتن چه طه نبينا كاندانا أسوار بيويچ ربنا محرم أسرار. الله تعالى نحمد تكرج سلام على العترات الطاهرة وأهلا بأنوارها الزاهرة سلام بديا على آدم أبي الخلق بعديه والحاضرة سلام على من بطوفانه أديرت على من باغ الدائرة سلام على من أتاه السلام غداة أحفت به النائرة سلام على قاهر بالعصا عصاة فراعنة جائرة سلام على الروح عيسى الذي بمبعثه شرفت ناصرا سلام على المصطفى أحمد ولي الشفاعة في الآخرة سلام على المرتضى حيدر وأبنائه الأنجوم الزاهرة سلام عليك فما حصولهم لديك يا صاحب القاهرة
بنفسي يا مستنصرا بالإله جنود السماء له ناصرا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم عليها أحيا وعليها أموت وعليها أبعث إن شاء الله تعالى. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم رب الدعوة التامة والصلاة القائمة، أعط محمدا سؤله يوم القيامة، وبلغه الدرجة الوسيلة من الجنة، وتقبل شفاعته في أمته، واجعلني من خير صالحي أهلها عملا. زهرنا فرض ما عامل نيت لي يصلي فرض صلاة الزهر أربع ركعات لله عز وجل أداء مستقبل الكعبة الحرام. الله أكبر. عصرنا فرض واسطه عامل نيت لي يصلي فرض صلاة العصر أربع ركعات لله عز وجل أداء مستقبل الكعبة الحرام. الله أكبر. مغربنا فرزني عامل نيت لي يصلي فرض صلاة المغرب ثلاث ركعات لله عز وجل أداء مستقبل الكعبة الحرام. الله أكبر. عشانا فرزني عامل نيت لي أصلي فرض صلاة العشاء الآخرة أربع ركعات لله عز وجل أداء مستقبل الكعبة الحرام. الله أكبر. فجرنا فرزني عامل نيت لي أصلي فرض صلاة الفجر ركعتين لله عز وجل أداء مستقبل الكعبة الحرام. الله أكبر. لعین شمر آیو آہ بوٹھی چھوری ہاتھ ماں چھے پگ ماں لوکھن موزا پہنا ہوا چھے حسین نا نزدیک آوی نے ٹھوکر ماری حسین زمین پر لیٹی گیا لعین شمر یہ بے ادبی کری نے حسین نا سینہ پر بیٹھی نے بوٹھا خنجر سی بار رگڑا پھرایا حسین فرماوے چھے کہ لعین اے شمر تو اٹھی جا تاری بوٹھی چھوری یہاں نہیں چلے میں سجدو دو چھوں مومنین نا حق ما دعا کرو چھوں آہ حسین یہ سجدو دی دو مومنین نا حق ما دعا کی دی لعین شمر یہ بدن اتھر سی ماتا مبارک نے جدو کری نہ کھو. غائفنا تسبیح اسمائکم ایا بنی المصطفى دابا ونعم الوظائف بتاييدكم نستطيع درس علومكم وتقوى على تقوى قوانا ضعيف وطول إلهي عمر سيف لدينك الذي حاز منه الرشون أفانينا فأبقاه رب العرش في كل نعمة وأعداؤه بالنار جبهاتهم تكوى وصف
وصلى على طه وعترته الأولى هم النعمة العظمى هم الغاية القصوى. يا الله يا محمد يا علي يا فاطمة يا حسن يا حسين. مولانا الإمام الطيب أبو القاسم أمير المؤمنين صلاة الله عليه، سيدنا طاهر سيف الدين رضوان الله عليه، سيدنا محمد برهان الدين رضوان الله عليه، سيدنا ومولانا أبو جعفر الصادق علي قدر مفضل سيف الدين طول الله عمره الشريف إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. سنقرئك فلا تنسى، ربي زدني علما.